ايوه تمام سعادتك يا فندم. لا مؤاخذة يا حسام باشا، اصل المسجون اللي في زنزانة 4 عبد الحميد البكري سعادتك. ماله؟ يعني عمال يكح ويترعش وجتته ايضا نار، وفي الحقيقة انا خايف يجرى له حاجة. ما تاخذنيش يعني، ده راجل كبير ما يستحملش. ده لحد من العيادة؟ ما انا عملت كده سعادتك ورحت العيادة قبل ما اجي انا، لكن للأسف العيادة قفلت ومفيش حد. طب انا هعمل ايه يعني؟ خلاص استنى لبكرة. يا حسام باشا انا خايف ما يطلعش عليه الصبح، زي ما قلت سعادتك ده راجل كبير ما يستحملش. طب استنى انا جاي معاك. اتفضل يا باشا. خير؟ مالك فيه؟ لا باشا، هما الشوات السخنية كده وهيروحوا إن شاء الله، وخليل بيه ربنا يكرمه بيعمل لي كمادات. سخنة أوي فعلا. ما أنا قلت لسعادتك. أنا بس لو حد يجيب لي دواء كده أكون شاكر أوي يا باشا. مين اللي هيكتب لك على الدواء ده؟ مفيش أي دكاترة في العيادة دلوقتي. أنا أكتبها باشا، أنا عارف عندي بعد إذن سعادتك، بس عايز ورقة وقلم. تنفع دي؟ أوجمانتين 1 جرام، بروفي 600، وانت يستمين. انت بتعمل ايه؟ انت بتكتب روشتة كمان؟ انت عارف يا باشا ان انا اشتغلت مده دكتور. طب والنرس يا عبد الحميد، لو ما فيهاش تكليف يعني يا ريت بالمره تكتب لي حاجه للصداع، يا حسن ماسك راسي من صباحيه ربنا. انا قصدي يعني بالمره يا باشا طالما كتب روشته.